سي حلمير من برشيد. جيت انا الخريب قال اليوم نشارك الاخوان هنايا في بونوار في هذه الامسيه اللي دايرين. انا كنقول اخوان لان انا قضيت واحد 19 عام انا هنايا، بدات كنعتبر راسي من المنطقه. شفت باللي بونوار تبدلات بزاف على حساب فاش كما خليتها دابا، لان مشيت واحد المده ورجعت، يعني كاين واحد التحسن وداك الشيء. واليوم هذه الجمعيه ديال المتقاعدين داير هذه الامسيه، يعني فيها واحد التجربه مختلفه ورائده ويعني وناجحه بزاف. الحاجه المميزه فيها اللي عجبتني مزيان انها كانت واحد التواصل واحد التلاحم بين كان صله رحم قويه بزاف، شي ناس اللي مده ما شافوش بعضياتهم. وشفت بلي بونوار يعني مدينه ولاده، يعني عطات طاقات وعطات الكفاءات اللي بداو من الصفر، يعني وكنتمنى الشباب ياخذوا الحدو ديالهم ويمشيو في المسيره ديالهم، لانه تبارك الله ما شاء الله يعني رجالات كنفتخر بهم. ما كتفتخرش بهم غير بونوار، ولكن المغرب كامل كيفتخر بهم. تبارك الله عليكم. شكرا.